أسعدك أعتقدك بشوف واجهة تواجدي كل يوم مقطع جديد. إيش مقطع اليوم؟ ميمز. ما عندنا أي 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 شيء، فبنتابع ميمز ونضحك شوي إن شاء الله وليتس جو نبدأ المقطع. أتصل لك واشترك حسنا تحت الضغط، تابعني لي كام، تابعني أستباب، صلوا على النبي وليتس جو نبدأ المقطع. يلا واحد اثنين ثلاثة أكشن. يسار لا سألت الموجود أكبر شكرا شكرا يولد ليه؟ مقدرك الرجال وجايب لك وردة والحمد لله. يعني ليه ليه في العصاية؟ حنا كان قبل أي واحد يجيب عصاية للمدرس أول واحد هو ينضرب فيها، أنت هو بالمدرسة. أنا قلت طبعا يا شباب أنا كنت بدي أسقط من وراء الحركة هذه سمعاً بالله. Wait, you're pregnant? What? What? Wait, 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 wait. You're wait. Pregnant? خرع عليه ايش عيشة. استغفر الله. يا ربي يركب، يا ربي يركب الفلتين. بابا سرع سرع. ايوه ايوه. كنت يصدم الباغي. صدمه. استهل. أول مرة أوثق حادث، أول مرة. يا أخي ليش فرحانين؟ ترى هذه مصيبة، هذا ما يصير. يعني أنا لو يطلع بيدي كان جبت تليته من شعره، خليت هي تدفع المخالفة، تدفع كل شيء. لأنه تبلهت يا أخي المرور طلع لكم مخالفة هذه. نتصور هذا الحين لو اشتكي عليها ترى بس السعودية يطلع له نص مليون ريال والله العظيم. بعدين مين يضل يقول بابا؟ لا امزح. انتي مش لاقي حد يربيك؟ انا موجوده بقى. ليه يا حبيبتي امي جنبي اهي؟ امك ما ربتكيش اصلا. قال يما فعلا. يا اخي الام مبدعه والله العظيم. ما جو الامهات هذه. دخل بيت الرعب وخاف من الموظفه دعس خواطر. لا هي موظفه. تكفى يا عبسي. لا استغفر الله والله يا نو خوفك الصحيح بخاف كسر مشاعرك الصحيح. ستريكاتك انت قويك في المدرسه يعني انت ترى انا شباب هذه انا واخويا انا وهادي وشواخ وبزيك واحمد وك احنا اصلا خمسه هذا اللي أغبان. هو اصلا احنا سته بس في واحد ناتصوروني ناتصوروني ما هذا التسئل لامزع عبدالله. استغرى زين والله كذا جدني يا شباب نصور كذا صور خايسة خايسة الله لا يوريكم. رياضيات هو جاي فعاص جهدك وتعبك بالمدرسة والسبب. يا شباب حنا عندنا السنة دي مرة خفيفة مدري ليه خصوصا رياضيات ولا بالنسبة للفيزياء والكيمياء مرة ممتاز بالنسبة لي يعني. النوم تلبض ضحى السلوقي قب ورب الكعبة تشلب ايه بس حلان طيب طاهر القلب نقي لسه طف النور عشان البروجيكتور يسرع فالمطلوب لا يمكن الاتصال به الان نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. The telephone you have called cannot be reached at this time. Please try again later. فالمطلوب محاولة الاتصال في وقت لاحق. والله ولا طف هو البروجيكتر اللي عنده طافي قسما بالله. ضربت مع عتيبي وشفت اطلع من المسجد قبل. لا يا والله هذه من العتبان مره ابطال قسما بالله. طبعا ونعم بجميع القبائل سمع عتبان مره ابطال يعني معي في المدرسه مره ما يعني انا ما شفت ذا الشيء بس ما بيشوفوه بس ما شفت ذا الشيء. اذا سرقتوا من المقصف وقفتكم الوقت حرفيا حتستلم ملفك. الحمد لله انا بعمري ما سرقت من المقصف. واحد من اخويا يعني ممكن سرق 40 ريال والله العظيم يعطي للعامل 5 ريال ياخذ اغراض بعدين يقول له انا اعطيتك اصلا 10 فلازم ترجع لي 5 او نصاب نصاب ابن الذين. دخلت في نقاش وما عرفت الزق الزق بس الزقال كذا الزقال كل 4 زقات كل 5 صدق ما تعرف ترد اعطى كذا بس. هويك القزم اذا قلت له يا قزم هويك الدب اذا قلت له يا دب. مش كان اخوي القزم يشبهه والله العظيم. وحده انا ضابه
هو اكيد 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 انت اصلا ما انت معي اساس تشوفه. اجي لمس اقول اسوي وحده جميله ولا لا؟ اهم شيء الاخلاق. لا انا بقول لك لا انا اقول لك على الاخلاق زوجين خويي ترى الاخلاق ممتاز. انا اقول لك انا ما بقول انا اقول جميله اي بس انتم مشكلتكم ما تقول اقول لكم اخلاقه بعد اهم شيء تقول لا ما علينا ما نبي اخلاقه ترى نستغفر خذ واحده على جمالك خذ واحده تنسنعه انا ما ابي واحده تنسنعه انا داري ترى ما ابي واحده اسلم عليك لا 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 بس ما المثل ما جبت دوات لك واحدة بنت يعني ما شاء الله عالية تحشم الرجل ما تبون مش كتدرون ما يقول ما بي واحدة تقول لي سم ايه وع وراه جارية يا ابن الحين المين قالت لي لا قالت لك سم احترام وتصير العلاقة رسمية ما هو رسمية والله العظيم السلام ابو محمد ابو عبد الله جاء اسمع خلينا نقوم نزيد حال غدا وش ايش تبي تقول لك اجل؟ في داره انا ماني بزوج ايش تقول له ايش تقول لك اجل؟ تقول لك يا الدب اي عادي 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 تقول جاء الدب راح الدب انا ما الدب عادي عادي حتى بدور لك ابي اجيب لك قاط باستراحه مع واحد من العيال هذه العلاقه اللي تستمر علاقه الصداقه ابي اجيب لك اجل شو اسمه ذيك هيونه الكوتيه هي شعيبي زي هي شعيبي ايه بيجيب لك اياه شخصيته رهيبه ترى والله ما شاء الله تضبط يعني مثلا اذا قلت للغد مو زين قامت خربوسه شباب القناه كنز لا يكتب والله العظيم اسعد عرس سعد صد والله ما تزبط علاقتها لاخويا لما تكون انت زوجتك علاقتكم كانكم اخويا ترى مره مره كويسه اما تجيك ذيك الرسميه مره لها ويا استغفر الله هي قبل كانت تفلح بس الحين لا ما تفلح. انت تشوف عادي ان الرجال يلبس وردي؟ الله خوي اني ما اشوف نعم. ليه لون طيب وردي ما في شيء. بس بناتي. اللون يرمز شيء صح ولا لا؟ بس اعطيك 300 دولار مقابل تلبس هذا في فلوق كامل فلوق اليوم. 300 دولار؟ 300 دولار بعطيك. عزيز حاجه الحاجه يا ابن الحلال طفر والله من يومي. حاجه عيال معذور معذور. اللون بناتي ترى وتعرفون انه قبل 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 كثير يعني حوالي 4000 سنه كان اللون الوردي واللادي واللون الازرق بناتي بس بعدين تغير كحركه تسويقيه وبعدين اعتمدوه رحت اشتري تميس في الاحساء السلام عليكم حبيبي عطني واحد تميس بالله نب امك ما عندنا تميس عندنا حمار سب امي زاحف انت نب امك ما انت سبيت امي سب امي مره ثانيه زاحف انت يا اخي لا تضحك انا متابع هذا مره بطل اسم بغلاط المهم لا تضحك عشان يصير كان سكتش اوكي تعالوا نسمع حكمة اليوم الفلوس ما بتعملش رجال الرجال اللي بتعمل فلوس صح يعني هذا معاه فلوس ممكن انه يشتريك 12 مليون مره يعني طلع لك ممكن 6 جنيه راه مره كويسه الرجال هي اللي تصنع الفلوس يا اخوان اخوي اصدم بحاول انزل هديه مش البلع يا ابواد مش البلع يا عوام بلا حديد ولا في على الزق واركب السياره لا عتز ابشر استغفر الله العظيم بس انها حركه حلوه من مودي انه طلع اخوه معه حركه حلوه الحمد لله يا رب ما اعتزل اللي تكلموا عن صرحوا اني انا اعتزلت الفن انا ما اعتزلت الفن لسه باقي على فني بارك الله فيكم يعطيكم العافيه سيبنا باقي تكفى تزل اسمان امريكا اللي محلوت بباع وكامري وش يا ابي لا لا قسم يا وكام مدبلج والله فكرهم هم مشهور اجنبي مات موت الطبيعيه حقين النظريات صدق 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 حقين مشاهدات والله صدق مرة طلع لك مليون عذر بس يوصل مقطع 12 دقيقة ثم أخوي صغير يحكي لي قصص الغريبة مضطرة أسمعها عشان ما يتعقد اللي ناشر البوست ده بنت أوكي بسم الله كان في جيزاني وسوري جلس عند الجيزاني عنده وعند السوري قال له الجيزاني إيش يدلعونك في إيش في بيت قال له قال السوري يا عسل ولا تولي نوتيلا قال له السوري شو سمونك في بيتك وبعدها الجيزاني ذهب الى زواها بعدها جاء زاوية
دقيقة بس خذ راحتك مو كاتبها زين إيه أنا حسيت وقال له بصوت خفيف يعني خفيف خافت إيه خافت حلو. خافت وبع دقيقة يا أخي الله ياخذه ما يعرف يكتب يشكله عمدو فوز يا مكسيكي تكفى تكفى لو عارف يكتبه ولو عارف يقراها وتش دخل السوري والله دخل لك سوري مع جيزاني مع كله إذا حول جوالك للإنجليزية. Now if you finish just yeah. lock the door the garden door behind you please. No problem. Are you coming with us? Come. Yes yes. يا أخي العائلة اللي عندهم يموتون بالماز يعني تقول ترى بنثر عليك القهوة كافي ثر عليك القهوة تقول لك كامي يقول لك كافي ما شاء الله ما شاء الله يعني انجليزي بحت تعرف انها السبب لكن في مسك فيه هذا لما امسك شيء وانحرق توزع امه بين ايادي بس ما ترمي عشان كرجال كلام كبير يا زول علاقتك شنو بالاكلات يعني مثلا انت الحاجه بتحبها الكسره ولا الجداد ولا الطعمية ولا بتاكل بتحب شنو؟ والله على حسب جيبي على حسب جيبك صدق على حسب جيبي يعني إذا معي فلوس نزل البيك ما معك فلوس نلي مني جنب المدرسة 12 ريال حبة شوي يطلبون منه شفاه وراح يتعالج ألو ولك ألو والله ولك الو ايش هذول هذا جهل الكفر قسما بالله يجري ورا حرف الراء ليش ما تتزوج انت امورك مستتبه صح حياتك مستقله صح انسان تنام بدري تقوم الصباح تصلي على النبي امورك تمام ليش ما تدور اطراف جمعة الزواج ما يجري ورا حرف الراء تدري وهسه مستقل وواقف عندك ومنتظر عندك عشان الراية التقليد البطل جارنا كل ما شاف أبوي هم والله هاي جايب كفرات أسمع أبو ركان وانا عنا جارنا كل ما شاف أبوي والله العيال ما يصلون شين دريك إنه ما نصلي يعني أنا كطالب أطلع الساعة 12 وشوي من المدرسة وكلنا نصلي الظهر أصلا ألقاه جايني يقول لي يا محمد ليش ما تصلي أنت يعني الناس قاعدة تصلي ليش ما رحت تصلي طب أنا صليت مع جماعة ممكن اللي في المدرسة أكثر من اللي في المسجد اللي يقول ان صوت الصلاه صار مزعج يركب عليه يقول صوت الصلاه صار صوتك المزعج مو صوت الصلاه يا خاله ما يصير تصادين عليه حرام بقول لكم نكته ان شاء الله تعجبكم في سيجاره تزوج حشيشه بعد فتره الحشيشه احملت وجابت مخدرات استغرب السيجاره قال انت خاينتني مع واحد مخدرات فوداها سوى له فحص دي ان اي طلعت محامل المخدرات طلعت حامل بدقيق مطاحن الكويت خلاص طب كل شيء هنا يوه استغرب والله ما ليش فإلى هنا وكسرت الحلقة لايك واشتراك وتفعيل صندوق الجرس تابعوني عليه كامل تابعوني على سناب بعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وشكرا فواز على الميمزات وسلام عليكم.